طيب لا احنا كده لا لا معلش معلش لا. معلش هنعمل ايه هنعمل ايه لا. هنعمل ايه احنا شر لابد منه. الموضوع عندنا ماشي تدريجي. احنا طبعا خلصنا اخبارنا اللي معانا دلوقتي، خلونا بقى نروح للدراسه اللي انتوا بتستنوها مننا كل يوم. النهارده طبعا بما اني انا دايما بنصر الرجاله وواقفه مع الرجاله وبدافع عنهم وبحاول انصحهم كده نصايح عشان يعني ايه دايما المجتمع جاي عليهم والستات جاي عليهم وازواج زوجاتهم جاي عليهم، فانا بحاول ان انا اهدي النفوس على قد ما اقدر. ولكن النهارده مش عارفه اقول لك ايه، النهارده بقى ايه انت هتنتحر غصب عننا شئنا ام ابينا انت هتنتحر، بس يمكن لما تسمع الدراسه دي تتعظ وايه وما تعملش كده. من طبيعه الراجل طبعا ان هو بينجذب لاي ست جميله، لكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ان النظرات دي هتوصلك للانتحار. ازاي بقى؟ انا هسيب لك نرمين هي اللي تقول. ستر يا تعالوا لي بقى لو سمحت كل رجاله تعالي كده تعالوا لي عشان اقول لكم انتوا هتنتحروا ازاي. طيب في دراسه اسبانيه قالت ان الراجل لما بيفضل قاعد مع ست كده جميله قمر زي انا ومروه كده لمده 5 دقائق ده بيرفع عنده اقل حاجه عندنا. طبعا طب احنا احلى من البنت والله يعني. عادي احنا مش هنتكلم عن نفسنا كتير على فكره، بس تمام نكمل بقى الدراسه. ان لما يبقى قاعد مع بنت او ست كده جميله لمده 5 دقائق ده بيرفع عنده معدل هرمون الكورتيزول في الدم، وده زي ما صحيفه الديلي تليجراف قالت ان ده بيؤثر المراه الجميله على صحه الراجل بان الهرمون ده بيبقى فيه زياده في افراز الهرمون ده، والهرمون ده بقى هو المسؤول عن الاجهاد في الجسم، يعني بيبقى حاسس ان هو ايه مجهد. ليه بقى؟ لان هو الراجل، بصوا بقى انا هحللها بازاي. الراجل بطبعه خاين والراجل بطبعه عينه زايغه، فهو لما يبقى مراته او حبيبته كده اموره كده وجميله وقاعد جنبها بيبقى فاكر ان هي بقى ايه الناس كلها عماله تبص لها وهي برده ايه بتبادلهم نفس النظرات، فانت عشان خاين فبتفتكر ان كل الناس خاينين. فبالعكس انت لما تبقى مراتك اموره كده وجميله انت المفروض تفخر ويبقى عندك كده فخر واعتزاز بيه، واللي مع مروه مش عاجبها طبعا الكلام. انا سايباكي تقولي ان انت انا بنصر الستات. ما انا سايباكي وانت ايه؟ لا ما ننصرش الستات. انت ايه؟ لا ما ننصرش الستات، انا بس عايزه اقول على حاجه. هو يعني الراجل شويه نقول له لو بصيت لواحده وحشه هتبقى كويس. طب ما هو معاه واحده جميله قمر اهو. واحده حلوه هتموت وهتنتحر، طب هو الراجل يعمل ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. طب انت راجل المطلوب منك على فكره ان انت تشوف ست حلوه، بس ست واحده بس حلوه. طبعا انا عارفه ان انا بهزي بقول اي كلام وان كلامي مش هيتنفذ كلام مره مش مسموع، بس هو الصح ان انت تشوف ست حلوه كده تحبها تخطبها تتجوزها تبقى الدنيا لطيفه وتبقى مستقره تخونها. ولكن المشكله لا ان شاء الله مش هيخونها، المشكله بس في الراجل ان هو عنده مشكله، او يمكن دي طبيعه بشريه خلينا نقول ان هي موجوده في الراجل وفي الست، ان اي حد ما بيحسش بقيمه الحاجه طول ما هي في ايده. اول ما الحاجه تيجي تضيع من ايده يبدا يقول ازاي انا ما كنتش واخد بالي. لما لو انت معاك اجمل واحده في العالم في العالم زي انا ونرمين كده، نرمين ده حكيتني قالت لك حلوه زي انا ومروه كده. ايوه يا بنتي تخيلي لو مثلا حد من المشاهدين اتصل بينا قال لنا على فكره انتوا مش حلوين اصلا. انا شايفه وحش جدا. لا انا شايفه نفسي حلوه وانا شايفاكي حلوه الحمد لله. يعني الحمد لله يا رب هذا من فضل ربي طبعا. بس وبعدين عايزه اقول حاجه، حد اتصل وقال انتوا مغرورين او حد اتصل قال انتوا واخدين ثقه في نفسكم زياده، انا نفسي الكاميرا يا جماعه تقلب تبان يعني تبين كواليس الاستوديو. اه يا جدع كل الحقيقه الكاميرا مان كلهم الحقيقه رجاله طبعا على راسنا من فوق كلهم عايزين يضحكوا، اللي هو احنا مش جمال ولا ايه؟ ها قولوا لنا. لا لا قولنا. يعني لا احنا حلوين طبعا وامارات لا بيقولوا لنا انتوا كده حاجه وبيقولوا الدنيا أيوة. تمام بس اللي انا عايزه والجمال مش جمال الشكل يا لا الجمال جمال جمال الروح, جمال الروح. احنا اكيد نصلح عشان لو اتصلتوا هنقول لكم ان الجمال جمال الروح. بس خليني اقول لكم على حاجه، الراجل بص للست الحلوه بس اكتفي بالست سرجاني 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 عمال بيعكسني في الاربيس. ارجوك يا سرجاني ارجوك يا سرجاني سيبوني الكلمتين لو سمحت. مين انت مش سرجاني؟ طيب سيبوني اقول الكلمتين. طيب يا سرجاني يعني عادي الراجل يكتفي بست واحده، حس بقيمه الست اللي معاك عشان الست اللي معاك دي اذا سابتك ومشيت هتبقى بقى ايه مشكله كبيره وهتبقى مصيبه. وانا مهما قعدت اقول لك من نصايح خلاص بقى هتقفل التلفزيون لان انا خلاص هيبقى زي عدمي. ها فركز وخد واحده ست حلوه جميله كده اموره حياتها مستقره حلوه وجميله ما بينكم وما تبصش لغيرها. المثاليه هي مروه. حاجه ثانيه عايزه اسالك عليها بقى. لا معلش بالمناسبه اسالي في سؤال جه في بالي كده. هو ليه دايما الراجل لما يبقى معاه بنت حلوه او ست حلوه زي القمر يروح يبص للي اقل منها؟ عشان هو بصي اقول لك وجهه نظري او المبرر ايه. اصل انا مش على طول هقعد كده اكل تفاح تفاح تفاح، عايزه ادوق الجميز. يا سلام
طب يعني انت ما انت معاك حاجه جميله وربنا اداها لك وربنا يعني المفروض بدل ما نقعد تشكر ربنا وتقول الحمد لله ان ربنا رزقني بزوجه صالحه جميله اموره، لا تروح تخونها وتبص عليها. عموما دي معلومه في اسبانيا ومش ما يعني يا رجاله لو سمحتوا يا رجاله مصر احنا مالناش دعوه باسبانيا وامريكا وبريطانيا وكم فاضي ده، احنا لينا دعوه بمصر. يا رجاله مصر ركزوا في بيوتكم، ركزوا مع زوجاتكم، حبوا زوجاتكم، اتبسطوا، يعني ركزوا كده، بلاش خيانات، بلاش مشاكل، عشان احنا هنفضل كل يوم نزلنا عليكم وننصحكم، مش هنسيبكم في حالكم.